هذه الفقرة برعاية اللوتس للعطلات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في فقرتنا في أوروبا. اليوم رايحين على مرتفعات كابرون في زلامسي، بعد الرحلة من رست إلى زلامسي 560 كيلومتر تقريبا قضيناها في 6 ساعات، وكانت الأجواء ماطرة ما قدرت أصوركم، بس اليوم مودينكم على مرتفعات كابرون. طبعا مشاهدينا كل فنادق وأغلب الفنادق في كابرون عندهم خصومات حق المرتفعات، أو الساكنين في زلامسي في 10% وشو 20% وشي أكثر من هذه، وأحلى ما في عندهم أن الخرائط موجودة باللغة العربية. يلا نروح. وصلنا المحطة الأولى حالياً، والثلوج في استقبالنا. لما توصلون المرحلة الأولى بتحصلون مال الأجار الأحذية وأجار كل شيء يأجرونه هني. نصيحة لحد يطلع بدون ما يستأجر يعني. أول مرحلة تأخذونها تأخذون الملابس، ونصيحة لازم تستأجرون ملابس من ووتر بروف. تقدر تكمل المرحلة الثانية والثالثة اللي بيكمل. أنا بوديكم عن المرحلة الثانية. الجو جميل الصراحة، ما يتفوت، رائع، خاصة إذا التلفريك مفتوح وتشوفون الأجواء الجميلة هذه. بس كتزلج ما جربت إلا في السكيتينج في المولات يعني. وقفت المحطة الثانية مشان أخذ قفازات وحماية حق الوجه الصراحة. نحن 2000 متر عن سطح البحر وما قدرت أكمل شبة البرد. طبعاً التلفريك هناك كان حق المتزحلقين أو المحترفين، ونحن مش محترفين طبعاً، يعني نستمتع في الأجواء هذه، نستمتع في الثلوج. طبعاً نفس ما تشاهدون وصلنا للمرحلة الأخيرة اللي هي 3029 متر عن سطح البحر. وعدكم التزلج، تقدر تزلجون، وعدكم السينما، وعدكم مطعم، وعدكم المتحف، وعدكم المنصة. طبعاً حالياً بأخذكم جولة داخل المعرض الوطني أو المتحف الوطني الموجود، اللي هو عبارة عن نفق بطول 361 متر منحوت داخل ليبر. طبعا هذه المنصة اللي في الجهة المقابلة من المتحف الوطني هي أساساً لها مناظر خلابة، بس اليوم الجو سيء بس جميل نفس الوقت، ثلوج بما أن عدكم حار. طبعاً مشاهدينا بعد ما وصلنا للقمة 3029 متر وشبعنا برد، انصدمنا الألعاب كلها اللي فوق مسكرة بسبتها طول الثلوج، مع أنها مرتفعات وثلوج، بس ما دام أنك موجود في زلامسي أو في كابرون لا تحاتي، تابعونا بنوديكم مكان جميل، رحلة في الطيارة، حياكم معنا ثلوج. طبعا الجولة هذه بتكون مدتها 20 دقيقة، بتستمتعون فيها من خلالها بالمناظر وعلى طيارة كارفان. كان هذا بيكون بين زلامسي وكابرون، هذا المكان اللي هو رحلة الطيران في فترة الصيف لازم تحجزون عن طريق الويب سايت مالها، بتشوفون الويب سايت موجود عندنا إن شاء الله.
الأجواء الصراحة غاية في المتعة. أمطار طبعا هاي كانت رحلتنا على الطيارة الصغيرة. بس ما عرفتوا شفتوا الأماكن الجميلة والرائعة، مكان جميل يستحق الزيارة واستحق أنكم عند وصولكم لكابرون أنكم تزورون هذا المكان. مع السلامة.